هاي حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده فيديو هاند ميد كده. انا عارفه ان انتوا بتحبوا قوي فيديوهات الهاند ميد، وبتحسوا ان هي بتبقى افكار سهله نقدر نعمل بيها حاجات مختلفه مش موجوده كتير، ويطلع شكلها مميز. شايفين ده ديكور بسيط جدا. البوكسات دي يعني انا بشوف ان هي بتتباع دايما اسعارها غالية، وكانت اصلا يعني ظهرت واختفت ورجعت ظهرت تاني دلوقتي. تقريبا البوكس بيتباع بربعمائة جنيه وبخمسمائة جنيه، ويعني لو في مكان جملة ممكن نلاقي ان بيتباعوا مثلا على بعضهم بستمائة او سبعمائة جنيه. فانا حبيت ان انا اعملهم انا في البيت بفكرة بسيطة جدا. عندنا كلنا الخامات تقريبا، ويبقى الشكل كده مختلف، وكمان الديكور مختلف. يعني عارفين دايما بحس الهاند ميد مش نفس الحاجه اللي في كل البيوت في كل المحلات، لا، حاجتك بتكون مختلفه مميزه لايقه على ديكورك انت، فيها شخصيتك انت كمان. فلو حابين بقى تشوفوا احنا عملناه ازاي وطريقته وفكرته سهله قوي، حطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان تشوفوا بقيه الافكار. في افكار كتير جدا هاند ميد هتنزل. يلا بقى نبدأ كده الفيديو وتشوفوا قد ايه ان هو سهل وبسيط وكلكم هتقوموا تعملوه. عشان اعملهم بقى هعمل الاول الاساس بتاعهم. ده السلك اللي هو بتاع الغسيل بنشتريه كده، بيكون موجود تقريبا يعني سمكه مش قوي قوي بس في نفس الوقت مش ضعيف. يعني شايفين انا بحركه ماسك نفسه. باجي بقى من اوله هنا بقيس مثلا المقاس اللي انا عايزاه. انا عامله واحد 20 سنتي وواحد 30 سنتي، فبقيس وباجي بس كده بروح تانية وبعدين بفرد كده برضو. انا بس طبعا هوريكم ده يعني بسرعة كده، وهروح تانية تانية كمان وكده. هو بيتشكل في الايد على طول، بس وهقفله. كده شكلت اول شكل مربع، بعمل منه بقى اربعة. اوكي، طبعا بحاول بقى اظبط شوية. طبعا لو معمولة بالمقاسات بتطلع بيرفكت جدا، وممكن لو عندنا بنسة كمان اللي هي بتتني الحديد والحاجات دي بتطلع اظبط. فهنا انا عملت اربعة. انا باجي بقى علشان انهي بلزق عليه من السلوتيب الشفاف بحيث ان هو يبقى ما بيعورش وبيبقى ماسك نفسه وحلو قوي. عملت اربعة هاجي بقى علشان اعمل البوكس اكتر. شايفين من كل بقى زاويتين كده دول هلف عليهم تيب شفاف اللي هو السوريتيب ده، بحيث ان هما يبقوا ماسكين في بعض زي دي. بس شايفين فكرة بسيطة ازاي بفضل الف اللزق عليهم لغاية ما هعمل شكل المربع كامل. باللزق هيبقى كده ده شكل البوكس في الاول كله. لما هلزقه هبدا بقى الزقه كده مع بعضه وارجع لكم، لان طبعا اللزق بياخد وقت. انا بس بلف اللزقه عليه مش اكتر. يعني ممكن حتى ابدا معاكم عشان بس تبقوا متوقعين يعني متخيلين شويه. لو حد ما بيعرفش يشتغل هاند ميد تكون الفكره يعني واضحه ليه. همسك كده الطرفين مع بعض هظبطهم، بس البدايه تكون واحده. وهحط اللزق كده وهبدا بقى افضل الف بالشكل ده. وطبعا بحاول
يعني كل شوية اخده بميل علشان يطلع يقفل لي الباقي كله. منتهى السهولة ألمهم بس على بعض وانا بلزق. طبعا بقى اللي عايز يلزقهم بمكنة لحام وكده، بس انا بعمل فكرة هتكون ابسط واسهل خالص ان احنا نعملها في البيت. اوكي هكمل بقى وهقفله كده بوكس ونرجع عشان نشوف المفروض ان احنا هنكمله ونزوقه ونخلي شكله حلو قوي ازاي. إيه خلاص كده لزقته من كل الاتجاهات بقى. إيه شكل البوكس عندي اهو واضح. هبدأ اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبدأ اجيب الشريط الذهبي ده وعايزة ان انا اداري بيه كل شكل السلك وكل السوليتاب اللي انا حطاه ده. هبدأ بقى بمسدس الشمع، هبدأ الفه كده، بقصه حتت صغيرة وهلف البوكس كله بالشريط ده، يعني هلف البوكس كله وهتثبت طبعا كل شوية كده بمسدس الشمع علشان ما يبقاش بيفك. ده هيخلي كل البوكس ذهبي وشكله مرتب كده وشيك اكتر، وحتى بقى لما نشتغل عليه مش هيبقى باين لون السلك او لون السوليتاب او اي حاجة. هلفه برضو كله بالذهبي علشان برضو بياخد شوية وقت يعني، بس كل ده مش يعني عايزة اقول لكم مثلا بياخد نص ساعة مثلا ماكسيمم، على حسب طبعا برضو الايد يعني سريعة او لا. فهلفه كله وهوريكم هنزوقه بقى ازاي. بس بقى هنا انا لفيته كله بالذهبي اللي هو الشرايط دي، بحيث ان انا ما يبقاش باين عندي شكل السوليتيب او شكل السلك اصلا، واما ابدأ الفه كله يبدأ يدخل مع بعضه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب الشرايط دي وهجيب طبعا مسدس الشمع وهبدأ مثلا احط في زاوية كده. طبعا تخلوا بالكم مشغلين مسدس الشمع جدا لان يعني اللسعة بتاعته مش حلوة خالص. وهاجي مثلا اشد خطوط بقى عشوائية كده، بس نحاول ان احنا دايما نثبت علشان يبقى شكل البوكس كده مشدود. يعني مثلا طلعت كده، ممكن اروح واخده واحد للنص هنا. استنى بس ثواني تجمد. كده انا من البكره بقى وهي معايا يعني، وهبدا اخد خط تاني. هفضل بقى امشي خطوط بالطول وبالعرض بالطول وبالعرض بالطول والعرض لغايه اما احس ان هو اتملى شويه بالخيوط دي وبقى شكله كده حلو ومليان وفي يعني اشكال. هو سلك في الاخر هعدله خالص ما تقلقوش يعني، ان يكون الشكل متساوي يعني. هو سلك فطبعا بيلف معايا ويروح ويجي. هفضل بقى يعني اثبت كده، وبعدين هاخد كمان قطع صغيرة واخد بشكل عشوائي اكتر، اللي هو افضل رايحة جاية رايحة جاية طول وعرض وكل حاجة. هي دي فكت اوكي، دي قصيرة شوية ممكن اروح لزقها هنا. لفيته بقى كله بالذهبي كده يعني، شوفوا خطوط عشوائية جدا. هبدأ اكمل بخيط خيش كمان برضو، هبدأ يعني اربطه كده من اوله. وهمشي بقى على البوكس كله برضو بشكل عشوائي جدا، يعني طالع ونازل بقى وداخل كده في كل حتة فيه علشان يعمل ماتشنج مع الشريط الخيش اللي انا عايزة احطه اصلا يكون هو الديكور بتاع البوكس. فهبدأ برضو يعني شيل بس الزيادة دي. وهنزل بقى البوكس كده في ايدي وابدأ الف عليه الخيش في كل الاتجاهات، يعني اروح واجي كده. وطبعا برضو كل شوية كده ممكن ايه اروح عاملة عقدة بحيث ان الخيش يثبت. شايفين يبدأ خطوط كده داخلة مع بعضها كتير. هلفه وارجع بقى عشان نعمل الديكور النهائي بتاعه ونحط الاضاءة ونشوف شكله كده في الاخر قد ايه هيطلع حلو. إيه لفيته بقى كويس خلاص، هبدأ اجيب الشريط ده
ده من هنا فيه سلك من ناحيتين فبيكون سهل. هبدأ اخد قطعة كده بالحجم ده وهاخد كمان واحدة بالعكس عشان يكون ده لفة الشريط عندي يعني او سوري البوكس. كده وهجيب بقى الباقي ده اللي هعمل بيه الفيونكة بتاعت البوكس. ممكن بس هفرده وهقسمه اتنين متساويين كده، بقى عندي قطعتين كمان متساويين عشان اعمل بيهم الفيونكة. هبدأ ألزق بقى ده كده برضو بمسدس الشمع، نحط كده على الجنب. خلوا بالكم وانتوا شغالين بمسدس الشمع. وهنزق من هنا اي زيادة هشيلها في الاخر. ده بقى شكل البوكس بعد اما لزقتهم عليه. هبدأ اجيب دول وهلزقهم كده من كل يعني اتجاه على بعض. الشكل ده سيبها بس يعني تبرد سنة. طبعا الشرايط دي لو مش موجودة فالشرايط اللي على احمر دي موجودة بقى في كل الاماكن عشان دلوقتي راس السنة. بس انا يعني قلت لكم ان انا عايزة اعمل الديكورات، شوفوا عايزة اعمل الشكل ده بحيث ان اما اعمله كده بالنص تاني يديني شكل الفيونكة. هلزق التانية برضو بنفس الطريقة من الجنب هنا، حط شوية شمع هلزقها كويس. هاجي بقى هنا ابدأ الزق برضو كده بحيث انها تبقى ده الشيب اللي انا عايزاه. فهحط حتة لزق صغيرة. كل ده انا شغالة بقى بمسدس الشمع يعني اكتر حاجة بتلزق كويس. اتأكد بس ان هنزل في النص بحيث ان لما احطها على البوكس يبقى ده الشكل. هعمل برضو التانية بنفس الطريقة. حط اللزق كده انزل في النص وهاجي هلزق دول علامة بلاس كده على بعض. طبعا الفيونكة دي بنعملها على قد يعني البوكس برضو يكون فيه نسبة وتناسب بالشكل ده. وهحطها عكس الشرايط تمام. حط برضو شوية لزق هنا وهحطها عكس الشرايط بتاعتي وهضغط بس ثواني كده بحيث انها تمسك في الشرايط اللي تحتها. على
علشان بقى اعمل لوك شويه ان هو ارش السنه. فانا جايبه الزواق ده بيتباع، هو ليه كده شرايط من هنا وهو يعني اخضر وسنوبر وشكل الكرز. هي دي هتتلزق بس فكت، ممكن كمان اضغط بس سنه من تحت كده. تمام، هبدا بقى اجيب دي، هقص كده بس دور عشان تلزق كويس. هي ليها كرتونه من ورا، فهحط كده شويه من اللزق وهحطها في نص الفيونكه بالشكل ده. شايفين بقى البوكس بقى عامل ازاي شكله؟ طبعا يعني مش قادره اقول لكم قد ايه حلو. اخر حاجه هعملها بقى ان انا هبدا ادخل البيبي لايت بتاعي جوه البوكس. طبعا ده عشان صغير انا حطيت عليه واحده بس من الاخضر ده، الكبير انا حاطه عليه اتنين. ممكن لو مش لاقيين الاخضر ده ان احنا نزوقه حتى بالكور بتاعه الشجره، باي زواق قديم عندكم عادي جدا. هاجي بقى هدخل الجزء ده جوه كده من بين الاخرام بالراحه عندي، وهلف بس الفيشه لفه صغيره عشان تثبت المكان. طبعا انا جايبه السلك برضو لونه متقارب مع البوكس، بحيث بقى ان انا لما هحطه ان شاء الله وكده وينور يكون الموضوع كله متناسق مع بعض. هبدا بقى ادخل النور كده جوه وافضل اشده باشكال يعني برضو مش مرتبه قوي. طبعا سهل ان انا بدخل صوابعي من بين الفتحات واشد النور وادخله وارجع احط ادخله من مكان تاني واشده يخرج معايا بمنتهى السهوله. كده بقى خلاص دخلت كل الاضاءه جواه، تعالوا بقى نجرب كده نشغله ونشوف شكله. انا متحمسه جدا. بسم الله، ايه رايكم؟ هنخفف الاضاءه شويه علشان يبان، ممكن نقفل كمان الرينج لايت. طبعا تحفه بقى، ولو عملنا كذا مقاس منه زي ما انا عملت بصوا شكله تحفه، اضاءته حلوه قوي، رايق كده وشيك وعمايل ايدينا. انا بحب دايما في الهاند ميد ان تكون حاجه مميزه مش موجوده في كل البيوت، مش موجوده في كل الاماكن. فبصوا بجد بيطلع حلو قوي، ولو بس شويه ديكورات كور كده جنبه وشويه حاجات حواليه بيطلع خطير. يا رب يكون الفيديو عجبكم والفكره بسيطه تقدروا تنفذوها. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.